السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ صافا مزيان بخير البنات. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا الوصفه ديال العجين المورق. عندي هنايا بالنسبه هنايا شنو غادي ندير معكم، انتم غادي تشوفوها تكتشفوها، كتجي رائعه البنات. غادي نديرها لكم سكري البنات، لان عجبكم سكري غادي ندير لكم سكري. هنا عندي العجين المورق بالشوكولا والعجين ديال الفانيا البنات. غادي نطلق هاد العجين بجوج وغادي نقطعهم. غنحتاج هنايا جوج قطعات كما كتشوفوا معايا البنات. غنحتاج هذه الكبيره وغنحتاج هذه الصغيره، لان غادي تشوفوا معايا الشكل اللي غادي ندير ان شاء الله. صافي يا البنات، يلا خليكم معايا. وبالنسبه لهذا الشكل راه كيتعمر بالشوكولا البنات، لكم الاختيار، خليكم معايا. كما كتشوفوا البنات، ها انا طلقتها، غادي نزيد نطلقها شويه. وحاولوا تخليوا هكا العجين شويه مع دابا الجو بارد، زعما الصراحه الله سيجي زوين العجين المورق البنات في الخدمه، ما سيعذبش بحال ملي كيكون هكا الصيف، شتيو. المهم غادي نطلقوا هكا ونخليوها شويه غليظ. يمكننا نقادوها البنات هكا كما كتشوفوا. صافي تنجيب القطعه ديالي وتنبدا نقطع انا. المهم شنو هنا طلقت باش نقطع هكا جوج، شتيو، باش نبين لكم السمك. شتي كي جامد البنات، هانتوما هذا هو الشكل اللي بغيت هكا. وكلكم تقطعوه سامبل ماشي هكا، لكم الاختيار، انا بغيتو هكاك البنات. المهم كتبقى مساله هكا. صافي غادي نستمر بهاد العمليه هكا، كنقطع البنات وغنحطهم في اللاطه. يلا خليكم معايا. البنات انا من بعد ما قطعتهم غادي ناخذ هكا وغادي ندير ثلاثه ولا اربعه ديال الثقوب في الوسط، حيت الوسط ما بغيتوش يتنفخ ليا بزاف بحال الجناب، لانه هو اللي غتكون عندي فيه العماره البنات. اوكي، المهم خدموا بالعجين يكون بارد. هانتوما كما كتشوفوا يعني واقف عندي شد راسو باش ما كيعذبنيش في الخدمه. وغادي نديرها في اللاطه وغادي نطلق العجين المورق ديال الشوكولا البنات. ها انا ساليت ديال الفاني اللي كنخدمها كنديرها في بلاصه باش كتسهل عليا الخدمه. المهم ها انا ساليت، غادي نديرهم في اللاطه البنات هكا على ما نطلق الاخر. يلا خليكم معايا. البنات كما كتشوفوا معايا، ها انا قطعت ديال الشوكولا البنات العجين المورق. لكم هنايا جوج اختيارات، يمكن لكم ديروا هذه فوق الاخرى وتبقى هكا، ومن بعد ديروا لها غير سكر كلاصي هكا، صافي ماشي مشكل. انا لا، غادي نعمرهم بالشوكولا، يعني هذه كنقطعها. انا نوريكم كيفاش غادي نجيب عاوتاني قطعه صغار من اللي كانت عندي، وكنجي لهنا وكنضبط الجوانب باش كتجيني القطعه زوينه، وكنقطع هكا وكنحيد وكيبقى لي على هذا الشكل البنات. كيجي رقيق، ها نتوما شوفوا كيجي زوين، وكنديرو فوق الاخر. اوكي يلا، كنتمنى الفكره تكون وصلت. وهادو دابا تشوفوني شنو غندير بهم ان شاء الله. يلا خليكم معايا البنات، ها هما استفتهم في اللاطه، الفرن يكون سخون، غادي نشد وغادي ندهنهم هكا بالماء فقط البنات. اللي بغى البيض يدهنهم، لكم الاختيار في هذه. يمكننا هنا البنات حيت غنديروهم سكري، يمكننا ندهنوهم حتى بالنباج. اوكي يا البنات ماشي مشكل، علاش كندهنوهم هكا انتم غتشوفوا. باش غادي ناخذ هذه اللي قطعت وغادي نلصقها هكا
شفتيوا البنات على منيطه كيجي واعر كيجي زوين، ومن غادي يطيب غادي تفهموا علاش درت لهم هكا هكا. نبدلو شويه صافي البنات. هانتم كنتمنى الفكره تكون وصلت. المهم غادي نكمل انا الكميه ديالي، خليكم معايا فلوغات، انا غير وريتكم وهدرت باش تشوفوا مزيان الطريقه. يلا خليكم معايا. البنات يا البنات هانتوما انا ساليت الكميه، غير بغيت نوريكم هادي هانتوما غادي تفهموا علاش. شوفوا البنات هادو الا بغيتوهم رقاق شوفوا كي كيجيو، الا بغيتو شويه تسمكوهم كتغلضوهم هانتوما باش تجي يعني ديك الوريده شويه باينه. انا درت لكم وحيده، لكم الاختيار هنايا البنات. صافي كنتمنى ان شاء الله الفكره تكون وصلت. دابا غادي نديرهم درجه الحراره شويه مرتفعه، ومن بعد نهبط راكم عارفين العجين المورق على ما يطيبوا، وتشوفوهم معايا ان شاء الله الشكل النهائي. البنات خليكم معايا. البنات يا البنات انا خرجتهم من الفران، هانتوما شوفوا تبارك الله كي كيجيو، هانتوما شوفوا الفيلتاج شتي ها هو. دابا هنا غادي نعمرهم البنات، انا كنفضل نوتيلا، نتوما عمرهم باي شوكولا بغيتو البنات، اي شوكولا لكم الاختيار. المهم غير باش تشوفوا انا هنا نتوما غادي نعمر هكا، غنوريكم غير وحيدو غادي نكمل تتشوفوا معايا في الشكل النهائي. صافي نعمر بهذا المقدار هذا فقط البنات، داكشي اللي قلت لكم سكري. وغادي ندير هنا شويه ديال بودره اللوز البنات، يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا. يلا خليكم معايا في الشكل النهائي. البنات يا البنات بالنسبه للحلوه ديالنا الشكل بالعجين المورق هو وجد البنات، الشكل ديالو النهائي كيجي على هذا الشكل هذا، ثقوا بيا كيجي رائع، كيجي حليل وصغير غزيول. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم البنات زيناكم. شفتوا معايا شنو درت نوتيلا راه عمرتها معكم. بالنسبه هنا درت شويه ديال الكركاع شويه ديال بودره اللوز، تزين لكم الاختيار البنات، زينوا باش ما بغيتوا كيجيو رائعين رائعين. انا غادي نوريكم شوفوا الفيلتاج يعني ها محمره هكا الفيلتاج كيجي هكا زوين البنات. بالنسبه للشكل ديال ها نتوما شوفوا كي كيجي كيجي زوين بزاف. غادي نوريكم حتى الفيلتاج ان شاء الله ديال الوسط، ها نتوما البنات شوفوا ما شاء الله كيجي مورق وكيجي لذيذ كيجي رائع البنات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده للجميع، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك. البنات مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.